والله نشامة. ما ملينا وما ملينا الفوز بإذن الله لينا. ما ملينا ما ملينا والفوز بإذن الله لينا. ولا ما ملينا وما ملينا والفرح لا بقى علينا. ما ملينا وما ملينا والفرح لا بقى علينا. اسمع والنشم بيلعب ويسجل وبيحمي شباكه. النجم بيلعب ويسجل وبيحمي شباكه. العب 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 والأردن بيهز الملعب. طب العب 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 والأردن بيهز الملعب. ونشامة وبدعت وبدعت ونشامة والله ما قصرت. ونشامة وانتو قدها ودود. نشامة والله نشامة. ما ملينا ما ملينا والفوز بإذن الله لينا. ما ملينا ما ملينا والفوز بإذن الله لينا. قولوا ما ملينا ما ملينا والفرح لا بقى علينا. ما ملينا وما ملينا والفرح لا بقى علينا. اسمع اسمع النشم بيلعب ويسجل وبيحمي شباكه. النشم بيلعب ويسجل وبيحمي شباكه. العب 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 والأردن بيهز الملعب. طب العب 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 والأردن بيهز الملعب. الله فنان نجم سلمان نورتنا نورتنا. يا هلا يا اهلا يا اهلا. تيكي تاكا تيكي تاكا بتك تك تك تيك تيكي تاكا يعني التيكي تاكا هي عباره عن التكتيك اللي بيلعبه النشمي داخل الملعب. تك تك واحنا فعليا احنا شفنا التكتيك. يعني انا كنت هي الاغنيه بدايه المدرب والمحلل الرياضي ابو سلمان. بدايه يسعد صباحكم وصباح كل الاردنيين وكل واحد بحب الاردن وصباح جلال سيدنا والعائله الهاشميه. واحنا اليوم فرحه اردنيه وزماننا فرحنا صح حقنا نفرح صح ولأول مرة في التاريخ. فخورين بقيادتنا وشعبنا ومنتخبنا أكيد. والأردن يعني إن شاء الله دائما من إنجاز لإنجاز. فالتيكي تاكا هي عبارة عن تك تيكي تاكا. ايوه هي يعني يعني مثلا تمريرات 1 2 3 4 5 6 7 لما توصل للجول منها جايب يعني الامور طيب. لاحظنا خلال البطوله هاي لعب النشام فعلا كان تكتيك. انا يعني هي الاغنيه من كلمات الشاعر رائد الشطناوي موجه له شكر. هو شاعر يعني بتقنيه يعني تكتيك يعني فعلا لما حكى معي قال لي يا نجم الاغنيه هاي تليق للمنتخب لانه لعبهم هاي المره كان تكتيك اداء اجت بمكانها. فالاغنيه كانت من كلمات الشاعر رائد الشطناوي وتوزيع خالد العلي. وبشكر كل اللي تعاونوا معي فريق العمل طبعا سعود الرحايلي وفواز ابو ربعي. الحمد لله يعني كانت خلال 24 ساعه كلام ولحن وتوزيع وتسجيل وتصوير بنفس اليوم. وين المايك؟ المايك بدنا نقول حطوا على الجول حارس حطوا على الجول حارس والنشم بالملعب فارس والنشم بالملعب فارس وحطوا على الجول شبرق حطوا على الجول شبرق والكاس بيد النشم يبرق والكاس بيد النشم يا برق أردني وجبيني بالعالي أردني وجبيني بالعالي قد الدنيا شايف حالي قد الدنيا شايف حالي. يعني احنا اليوم اسمحوا لنا نشوف حالنا يعني اليوم هي مش غرور كثير يعني بس ما قلنا يعني لا صدقني نجم احنا بدي احكي شغله اللي وصلوا له الاداء اللي عملوه النشامه واللي وصلوا للمباراه النهائيه يعني شيء رائع. وان شاء الله يا رب الحمد لله رب العالمين تكملوا بيرجعوا النشامه ما عليهم خوف. يعني للامانه احنا شفنا يعني همه ومعنويه من اللاعبين اخص يعني شيء لا يوصف للامانه. يعني لعب بضمير لعب بحراره. فالحمد لله رب العالمين. انا متامل بالخير انه الكاس راح يكون اردني لانه شوف يعني اليوم هلا عم بقرا الان التصريحات للمدرب عموتة عم بحكي رح نلعب باريحيه وبروح جميله وحلوه. يعني يمكن هذا اللي احنا شفناه بكل مباراه بيتحفونا باداء بنستمتع بلعب احنا أكيد. يعني هي النتيجه مهمه طبعا اكيد ولكن اللي وصلوا له اليوم احنا فخورين فيهم جدا 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 وما بدنا اياهم يدخلوا بضغط نفسي بالعكس بدنا اياهم يلعبوا مرتاحين ومبسوطين مرتاحين بس احنا بدنا الكاس
يا اخي نجم هيك قاعد انا حسسته. لا بدنا الكاس لانه للامانه يعني انا صراحه احنا شفنا فرحه الشارع الاردني الكل من كبيرها لصغيرها الكل فرحان يعني خصوصا احنا لما شفنا بحضور ولي العهد بالمباراة فسبحان الله يعني الواحد بحس بشعور لا يوصف انه العائلة الهاشمية جلال سيدنا ولي العهد وسيدي حسين وسيدي امير العلي الكل بكون متواجد فهي البلد من صغيرها لكبيرها الكل متواجد يعني هذا الشيء عيدنا على المدرجات وبين الجمهور اصحاب السمو الامراء شفنا سمر الامير ولي العهد الامير حسين بن عبد الله الثاني الامير هاشم سمو الامير علي المتابع فكل هذا الفرح يعني هذا هو الاردن قياده وشعب ومؤسسات المايك الله الله والاردن بطل الملعب الله الله والاردن بطل الملعب زاغرتي للنشام هي يا نشمي زاغرتي للنشام يا اردني زاغرتي للنشام هي يا نشمي زاغرتي للنشام يا اردني الله الله والاردن بطل الملعب الله الله والاردن بطل الملعب وان شاء الله دائما يضلوا ابطال ان شاء الله يعني احنا اليوم يعني للامانه ندعي انه ربنا يوفق المنتخب لحتى يعني نكون بالنهائي إن شاء الله مسيطرين. نجم يعني إحنا اليوم بنسمع الأغاني الأردنية ويمكن إحنا كنا بالاستاد وسمعنا كل أغانيكم موجودة يعني قديش بتحس مهم الفن بهذا الوقت والأغاني اللي بتعبر عن فرحتنا وبتعبر عن فرحة كل أردني. أكيد إحنا بالنهاية أصحاب رسالة كفنانين وواجبنا يعني واجبنا ودورنا نكون موجودين مع المنتخب زي ما حكيت إنه الكل يعني سواء فنان وسواء ممثل سواء أي إشي بهالبلد كله كان موجود صح. وهذا شوف الإشي بعطي دافع ومعنوي للاعبين وهم برضو يعني للأمانة بعطونا معنوية عالية صح. لما نشوف لعبهم وثقتهم ومعنويتهم عم بعطونا إشي فعليا أنا لما بلشت أني أعمل أغني للمنتخب بلشت بمحبة وليس لا بمحبة أنا حاب لأنه بلدي الأردن وحاب لأنه المنتخب بيستاهل للأمانة فإن شاء الله هيك الخير بوجههم وإحنا إن شاء الله على النهائي يعني الفرحة إن شاء الله زي ما تفضلت الكاس بكون موجود إن شاء الله تذكروني الأسبوع الجاي مش خلص شوفتوا ما ملينا وما ملينا والفوز بإذن الله لينا ما ملينا وما ملينا والفوز بإذن الله لينا ما ملينا وما ملينا والفرح لا بقى علينا ما ملينا وما ملينا والفرح لا بقى علينا والنشم بيلعب تيكي تاكا ويسجل وبيحمي شباكة النشم بيلعب تيكي تاكا ويسجل وبيحمي شباكة العب 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 والأردن بيهز الملعب العب 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 والأردن بيهز الملعب أكيد راح ينهز السبت إن شاء الله إن شاء الله يعني أكيد نقول كل الشكر لكل من يتابعنا وهذا الكلام الرائع عبر رسائل جميلة جدا فخورين بكل هذا الجهد فخورين ببلدنا بقيادتنا بشعبنا العظيم اللي دائما واقف خلف كل إنجاز وبدي أشكر زملائي في القناة الرياضية إن كان في عمان أو في قطر على هالجهد الرائع زملائي في مؤسسة إذاعة التلفزيون في كل الأقسام والمديريات الله يقويكم ترفع الرأس وقدها وقدود دائما مع كل إنجاز وطني كما تكونون دائما بإذن الله بهمة نفس الجميع بقي من الوقت 18 ساعة على المباراة إن شاء الله بإذن الله بكرة على ملعب لوسيل النشامة والعنابي طبعا ملعب لوسيل ميسي رفع فيه كأس العالم إن شاء الله النشامة برفع إن شاء الله إن شاء الله يا رب إحنا طبعا رح ننهي مع الأغنية الجميلة إن شاء الله نجم وأكيد إن شاء الله يا رب نلقاكم على خير وفرح ومحبة في الأسبوع القادم بإذن الله أنا وحازم الكاس طبعا تغطية خاصة ومتابعة من خلال القناة الرياضية والقناة الأولى وكافة أيضا وسائل الإعلام ونشكر كل إعلامي الأردن برفع الرأس اللي دائما واقفين مع أي إنجاز أردني الله يقويهم في كل مكان وكل زملائنا الإعلاميين العرب أيضا طبعًا. الله يقويكم نلقاكم الحلقة وطبعا معلش بأزيد بما أنك عم تحكي لأنك عم تحكي عن الأردنية البصمة الأردنية واضحة بكل القنوات اللي عم بتكون بكل أنحاء الوطن العربي فتحياتنا لكم يعني بيضتوا وجهنا كل أكيد. الشكر يلا نجم يلا شيل شيل يا طويل العمر شيل 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 يا طويل العمر نشامة بدعته بدعته حيوا النشامة نشامة والله ما قصرته
وانتو قدها وقدود نشامة والله نشامة ما ملينا وما ملينا الفوز بإذن الله لينا ما ملينا ما ملينا والفوز بإذن الله ولا 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 ما ملينا وما ملينا والفرح لا بقى علينا ما ملينا وما ملينا والفرح لا بقى علينا اسمع والنشم بيلعب ويسجل وبيحمي شباكة النجم بيلعب ويسجل وبيحمي شباكة العب 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 والأردن بيهز الملعب طب العب 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 والأردن بيهز الملعب ونشامة وبدعت وبدعت ونشامة والله ما قصرت ونشامة وانتو قدها وقدود نشامة والله نشامة ما ملينا ما ملينا والفوز بإذن الله لينا ما ملينا ما ملينا والفوز بإذن الله لينا قولوا ما ملينا ما ملينا والفرح لا بقى علينا ما ملينا وما ملينا والفرح لا بقى اسمع علينا اسمع النشم بيلعب ويسجل وبيحمي شباكة النشم بيلعب ويسجل وبيحمي شباكة العب 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 والأردن بيهز الملعب طب العب 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 والأردن بيهز الملعب